مكان أكثر من مكان آخر. الحقيقة معناها كل المناضلين يؤمنوا بحرية التعبير أصحاب نمشي لهم الكل، وحتى الآخرين على خاطر يلزم لابد أن تستقي منهم النبأ الباهي والتحليل الباهي. الحقيقة من ناحية الذاتية ومن ناحية العاطفية نحس في روحي أقرب الحما الترودي للخسخوسي هالعائلة هذه، نحس روحي أقرب. هذاك علاش جيتهم مرتين ومستعدين جيهم برشا مرات. أولا كلكم تعرفوا اللي احنا متجمعين في الجبهة الشعبية هذه لأن عندنا إرادة سياسية نضالية، مناش جايين من فراغ. الأمناء العامين والمناضلين في الجهات محليا جهويا قطاعيا شبابيا نسائيا قصور العدالة في كامل تراب الجمهورية عرفتنا وعرفتكم، فنحن نأتي من فراغ بل نأتي من انسجام تام مع هذه التربة مع هذا الشعب ومع مطالبه العميقة التي رفعها في الثورة ولا يزال يرفعها الآن. ضرورة المرحلة الآن ضرورة تجميع القوى الصادقة والواضحة في المطالب حتى نصل إلى الفكرة الثالثة وهي الآفاق انطلاقا من هذه الساعة إلى آجال غير محدودة. نعم نحن واقعيون ولنا خبرات ولنا تجارب في كل الميادين بفضلكم أنتم، لأن الجبهة الشعبية هي الموجودين هنا، أنتم الجبهة الشعبية ماهوش الأمناء العامين والتنسيقية الوطنية فقط. هذه الجبهة الشعبية قادرة على حكم البلاد لأنه تؤمن بأن البطالة والتهميش ليست قدرا، لقد عششت في أذهانهم عقلية العجز فعجزوا، وقبل أن يبدأوا اعتقدوا بأن الإرث ثقيل ولا يمكن تغييره لأنهم لم يفكروا في تغييره. دليلنا أنهم ابتدعوا من حيث انتهى النظام البائد، نفس المنوال نفس المنتج نفس السياسة، لم يغيروا شيئا فلن ينتج غير الفشل. نحن في الجبهة الشعبية سنة قرون لنرفع شعارا لا نؤمن بحلم، نؤمن بالإمكانية، نؤمن ببرنامج عملي. وسامحوني لنا رفاقي، الجبهة الشعبية باش تدخل للانتخابات الجاية وتناضل في المرحلة هذه عندها سياسة نقدية تحد من تدهور الدينار وتعاود تنظم المنظومة البنكية، عندها سياسة مالية تعبئ الأموال لمشاريع تنمية حقيقية في الجهات، عندها سياسة جبائية تخفف العبء على الموظفين والفقراء. Thank you.
علاش دخلنا الجبهة الشعبية؟ لأنه علاش دخلنا احنا، علاش أسسنا الجبهة الشعبية؟ في معنى معناتها علاش ساهمنا في تأسيسها وفي بناها مع الأطراف الأخرى؟ يعني أنه تعرف أنه المكونات الجبهة الشعبية هي في مجملها مكونات عرفت بعضها منذ 30 و40 سنة. معناتها ناس عرفت سجون مع بعضها في أجيال متقاربة، ناس عرفت نضالات اتحاد الطلبة مع بعضها، ناس عرفت نضالات في اتحاد الشغل مع بعضها. وضع في سوريا الحالي، وضع في سوريا نحن مبدئيا نحن مع الشعب ضد الحكومة، ونحن مع الدولة ضد التدخل الأجنبي. يعني من حق الشعب السوري أن يختار من يحكمه، من حق الشعب السوري أن يتظاهر، من حق الشعب السوري أن يعبر بكل الأشكال على مطالبته بحريته واختيار رئيس دولته واختيار مكونات القادة القيادة متاعه. لكن عندما تصل الأمر، يصل الأمر إلى حمل السلاح في وجه الحكومة، خاصة أن حمل السلاح في وجه الحكومة هو حمل سلاح غير بريء، حمل سلاح غير بريء. معسكرات في تركيا، ناس تخرج من تونس ومن أقطار أخرى ومن عدة بلدان بما في أوروبا تتحول لمعسكرات في تركيا وتتدرب عن على أيدي بعض ناس بتمويلات خارجية إلى آخره، لإسقاط نهائيا عملية النظام اللايكي في سوريا. نظام لايكي يحترم الأديان مهما كان، فهمت تواجد. إذا عندما تحسبها بالشكل هذا فإننا نقول أن سوريا حاليا تتعرض إلى هجمة، وهجمة خطيرة. هل تعتبرون بشار الأسد ديكتاتور أو لا؟ والله مفهوم الديكتاتورية يختلف. الديكتاتورية بمعنى حكم الحزب الواحد إلى آخره ممكن ورد، أنه يتجاوز ممكن ورد، فهمت؟ أنه تقع محاكمات غير عادلة ممكن ورد، لكن عندما تطرح المسألة بالاستقلال الوطني وبمنطق العمالة هنا نطرحه، تولي السؤال، تولي لازم نعاودوا نناقشوا المسائل، ما نكونوش يبيض حاجة بيضة ولا كحلة. ثم ديجري لازم ديما نوجهوا نقدنا للحكومة السورية، لازم تغير سلوكها، وهذا مش من توا قلناه منذ انطلاق الأحداث، واليوم يزيد يتأكد. لكن أيضا مانيش مستعد أنا نجي مع مجموعات حاملة سلاح بالمنطق. الفيصل بينك وبينها هو على مدى قربك، وقربها هي إلى الله. أنا أعتبر روحي أنا أقرب إلى الله بحكم قلبي باهي وصافي حسب اعتقادي، ورفاقنا هنا باعتبارنا كذلك. جمعنا النظام، جمعتنا المحاكم، جمعتنا السجون، جمعتنا ساحات النظام النقابية والسياسية والحقوقية والثقافية والنسائية، جمعتنا الثورة، وجمعنا ما بعد الثورة ما بعد أسقاط بن علي. لكننا فينا شدتين، كنا مفرطين. الشيء اللي خلى انه المكاسب ما نقولش اللي جيناها نحن، لان نحن ما عندناش اهداف خاصه، انما المكاسب اللي جيناها للشعب التونسي بقات ضعيفه، وبقات دون التضحيات العظيمه اللي بذلناها جميعا وبذلها معناها الشعب التونسي. لكن اليوم كبرنا، اليوم نضجنا، اليوم قيمنا نقائصنا، قيمنا أخطائنا، وبالفعل لأن عنا نقائص وعنا أخطاء، وفهمنا وأن عندنا كان طريق واحد فوق الأحزاب، فوق الأشخاص. فالطريق هذا هو طريق الوحدة. فهمنا وأن الدستور المؤقت أكل يعملوها تلك الدستور المؤقت، إذا كانوا المرسوم تاع بين الانتخابات باطل، حتى مجلسكم التأسيسي باطل زاد. العقد السياسي اللي تعمل ما بينكم بين الشعب هذا ما كان مرسوم على عوين. اي نقص جيت في البقعة، لا رواديا أكبر قدرا وأهمية مك المرسوم. أنت جابك المرسوم، أنت مك غادي لبك المرسوم. وبالتالي لهنا
راهو السياسة فيها خلاف، والجبهة الشعبية بالنسبة لها العهد هو عهد، والكلمة اللي يعطيها السياسي هي كلمة. السياسة ما هيش بلوط وما هيش بوليتيك وما هيش كذب وما هيش نفاق وما هيش ازدواجية الخطاب، هي صدق مع الشعب. والجبهة الشعبية تريد أن تكون وكانت دائما صادقة مع الشعب. إذا 23 أكتوبر بالفعل هو موعد، ولكن كان من المفروض على هذه الحكومة وأنها رأي وقت اللي عملوا الدستور الصغير علاش ما حبوش يلتزموا معاه؟ خاطر نيتهم وقع عمزة، هذاك ما حبوش يلتزموا. الأحزاب الموجودة حاليا في الجبهة هي أحزاب نزلت قبل 14 جنب، وهذا شيء مهم جدا، راه مش فذكة. أحزاب نزلت ودخلت السجون وكما شكون مات، مش كان هما مدخلوا السجون، حتى على دخل السجون، حتى على الناس ماتت زادة. ها أزمة. ها بقول لكم اللي احنا مناضلين وباش نبقاو ديما مناضلين، مش باش نبطلوا راه، احنا دخلنا الجبهة خاطر كلنا مناضلين. الأحزاب اللي التقات اليوم والمستقلين والجمعيات والكفاءات اللي التقات في الجبهة الشعبية واللي مازالت مفتوحة العديد من الكفاءات الأخرى راهو التقات والأحزاب الأخرين أيضا، هذه عندها تاريخ مشترك كبير فيما بينها، ناضلت مع بعضها في شتى القطاعات. هذه اللي كانت نهار 17 ديسمبر 2010 حتى 14 جانفي، هذه اللي كانت في القصبة الأولى واثنين، هذه اللي طيحت حكومة الغنوشي الأولى والثانية، هذه اللي عبئت الرأي العام في كل المحاور، هاي تواصل اليوم. شنو اللي خلاها اليوم تجتمع بالكيفية هذه؟ هو وعيها بخطوط المرحلة ودقتها، وعيها بأنه تونس في خطر، وعيها أنه البلاد في خطر، أنه المسار الثوري في خطر، أنه ثم انحراف كبير مخطر ضد البلاد، بتاع استقطاب ثنائي مغشوش يرهن البلاد، الزوز قوى يمينية، زوز قوى مربوطة بالأجنبي. اليوم اللي خلاهم تجمعوا أنه حكومة الالتفاف على الثورة خذت خطوات خطرة، وخاصة حركة النهضة بوضع يدها على الإعلام، على القضاء، على الإدارة، على المال العام. اليوم شفناهم كيفاش أصبحوا المحاكمات والحل الأمني القضائي مفتوح في كل جهات البلاد للمحاكمات أكثر من أيام بن علي، بل جبدونا قانون الإرهاب متاع بن علي، جبدونا كل ترسانة الانحطاط القانوني متاع الدكتاتورية جبدوه. اليوم أيضا المكاسب تضربت، الاستهداف متاع العنف للنساء، للمثقفين، للمبدعين، للأكاديميين، للنشطاء السياسيين. اليوم فما ناس تحب تدز البلاد في مستنقع العنف والفوضى، وعلى هذاك الناس هذه التقات واستشرت خطورة الوضع وتنادت من أجل أن جبهة تطرح المحاور الحقيقية وتخوض النضال الحقيقي وتأطر النضال الحقيقي وتتحمل مسؤوليتها تجاه شعبها وتجاه تونس، على خاطر تونس في خطر. واستشعارنا هذا خلانا نتنازلوا لبعضنا برشا، وخلانا نتجاوزوا برشا مشكلات. كل من يساند التدخل الأجنبي في سوريا هو عميل وجزء من المشروع الأمريكي الصهيوني، هذا موقفنا نحن. نحن ضد العدوان كما صار في ليبيا، نحن كنا مع شعبنا في ليبيا ضد معمر القذافي وسلطته، لكن ضد العدوان الأطلسي. عمره ما كان الحلف الأطلسي أداة الشعوب باش تحرر الشعوب. اليوم هل تعتبرون بشار الأسد دكتاتور أو لا؟ دكتاتور نعتبره، مش توا اعتبرناه البارح دكتاتور وقبل دكتاتور، ومنذ انبعاث هذا النظام هو كان نظام دكتاتوري معادل للديمقراطية، لكن لن نقبل بأنه الدبابة الأمريكية تصبح راعية الديمقراطية.